صباح الخير يا استاذ سفيان. اهلا وسهلا. ازيك وزي الهند؟ الحمد لله الشركه نورت. متشكر يا ممدوح. فين الناس كلهم وصلوا؟ من دقايق يا فندم. من اول ما الاستاذ كمال عنده من ساعه وشويه. تحب ابلغ المناولي بيه اللي سافر شرفت يا فندم؟ مش دلوقتي، انتهي لنا نسال عندك. حاضر يا فندم. طب ودي فيها ايه؟ ما هو لازم الاستاذ سيام يرجع مكتبه. فيها ايه دي يعني؟ انا بس قلت لك. يعني نعمل ايه؟ نفرش له الارض رمله؟ انا غلطانه يا سعيد، حقك عليا. الاستاذ كمال جمعه ما رجعش مكتبه؟ انا بكلمه محدش بيرد. طب متشكل. اديني الانسه ابتسام من فضلك. انسه ابتسام تليفون. افندم هجيبها لك معايا عشان لسه ما خلصت الشغل فيهم. ايه الحكايه يا ابتسام؟ انا عندي سعيد بيه جابر. احنا اتفقنا على ايه؟ بس حضرتك بتحمل نفسك اخطاء غيرك. ده مش صحيح. ثقي في حاجه واحده بس، الصح لازم يتعمل، بعد كده مش مهم ايه اللي يحصل. طب اقدر اعرف حضرتك هتعمل ايه بالدوسيه؟ عيب تساليني سؤال زي ده. انا متاسفه بس. من غير بس. هات الدوسيه من فضلك. انت متضايقه من حاجه؟ لا ابدا. طب يلا هات الدوسيه بسرعه. حاضر. تقعدي يا ابتسام. مستريحه كده؟ ايوه بس انا لسه هاخد وقت. لما تخلص الدوسيهات ابقى ابعتها لي. ابتسام. نعم. انا كنت عايز اقول لك انه يعني انا في حاجه؟ ايوه في. اتفضل. اصل امي كانت بتسالك يعني انت ليه ما شربتيش الشاي اللي هي عملته لك لما كنت عندنا؟ انت اللي تقدر تقول لها السبب يا استاذ سعيد. الدوسي اهو. متشكر يا رنا. في حاجه؟ لا. ايوه قصير. تعالى اقعد. ايه في ايه؟ اصل انا خايفه على حضرتك. ولو طلبت منك انك ما تخافيش عليا. اصل حضرتك مش عارف. رندا ممكن تهتمي بشغلك ونفسك وبس. حاضر. بس في ايه تاني؟ بابا عاوز يجوزني واحد مش بحبه. انت تعرفي الشاب ده؟ لا طبعا معرفوش. طب ما تتعرفي عليه، مش يمكن ترتاحي له؟ حضرتك بتتكلم زي بابا بالظبط. ما انا زي بابا بالظبط. متهيألي لو اتجوزت ابقى متجوزه جراج. جراج؟ ابوه تاجر عربيات كبير بيشتغل بمليون ونص، علشان كده بابا مصمم على الجوازه دي ومتمسك بيها. مش ممكن بابا يجوزك غصب عني. انت ما تعرفش بابا. بس اعرفك انت كويس قوي. خدي موقف صريح وواضح وحاولي تقنعيه واكيد هتوصلي لحل. ايه مش مقتنعه بكلامي ولا ايه؟ اصلك برضه ما تعرفش بابا زيي. ايوه يا استاذ سعيد، ممكن تجيلي لحظه من فضلك؟
رجعت من غير الدوسيه. ما هو اذا كان الاستاذ صيام هياخد موقف ايجابي لازم يكون في ايده سلاح. ما يتهيأليش. فكري فيها ابتسام. اقول لك ولا تستغربش؟ قولي. انت لازم تروح الليله تطلب رندا من ابوها والا فاتك قطار الزواج عن حب. اتفضل يا استاذ سعيد. اتفضل اتفضل. استاذ سعيد الدوسيه ده ماله؟ تقدر تخليه عندك. ده بتاع عمليه ايه؟ في اوراق تخصك. اوراق؟ اوراق بخصوص ايه؟ ممكن تشوف بنفسك. فاكر يا سعيد لما جيت لك مكتبك عشان اديك صور البنات دي؟ يومها انا جرحت شعورك وده كان غلط مني كبير. انا بعتذر لك عن الغلط ده. مع السلامه يا استاذ سعيد. استاذ صيام انا سلام طيب يا سعيد. سلام طيب. سيادتك طيب يا فندم. سيادتك طيب. بالشكل ده يبقى روبي هيدفع الشيك بكره او بعده. كمال خلي بالك. من ايه؟ روبي مش سهل. السوق في من ده وده يا مناولي بيه. واذا كان روبي مش سهل في حاجات تخليه سهل. المهم انك انت تخلص معاه. خلينا ننتهي بقى من الموضوع ده. اعتبر الموضوع منتهي. بس المهم ان ساتك تخلي سام مرتاح في البيت زي ما هو. الراجل بعيد عنك مضايقك في ايه؟ هو لحد دلوقتي مفيش. انما على الاقل هيبقى في جو متوتر. الجو المتوتر ده ادارتك هي اللي عملته. قصدك الشكوى بتاعت سعيد؟ ما هي كانت لعبه صغيره وبعدين كبرت. خلاص ليك عليا انهي لك الموضوع ده كله. ازاي؟ هو لما سعيد جابر يلاقي نفسه النهارده قائم باعمال مدير اداره التخطيط والمتابعه هيهمه شكوى ولا غيره؟ ايوه بس ده موظف صغير ودرجته لسه صغيره، صعب قوي يطلع القرار. مش مهم القرار والرسميات دلوقتي. المهم الشغل يمشي. ايوه يا زينب. رئيس مجلس الاداره مع سيادتك يا فندم. ايوه يا فندم المناولي بيه مع حضرتك. ايوه يا خورشيد بيه. ايوه ده قرار جديد. ايوه يا فندم هتبعتوا لي سيادتك مع مخصوص. اوي اوامر سيادتك يا فندم. لا طبعا. حاضر حاضر. مع السلامه يا فندم. خير يا مناولي بيه. خير يا كمال. خير ان شاء الله. انا علشان الشغل يمشي هبلغ سعيد انه يقوم باعمالي واتفرغ انا للمشاكل اللي موجوده في اداره التصدير. طيب طيب روح اعمل اللي انت عايز تعمله. حس كده بقى عن اذن سيادتك. زينب في ها بتقول ايه؟ صيام وصل امتى وهو فين؟ في مكتبه. وهو اللي قالك تديني خبر انه وصل. طب اسمعي، في ظرف هيجي من عند رئيس مجلس اداره مع مخصوص. اول ما يوصل دخلهولي على طول. مش عايز حد يعرف الموضوع ده. فاهمه؟ لا لا ما تندهيش الصيام. ايوه اسمعي، ما ينزلش قبل ما اشوفه. لا الحمد لله صحتك زي البوم. هما شويه توتر اثروا على معدتك. حاجه بسيطه. حاجه بسيطه ازاي بس يا دكتوره؟ ده انا دماغي بتوجعني وركبي بتوجعني. ده غير كرشه النفس اللي بيجيني دي والدوخه وامراض الدنيا دي كلها. عندك من زمان؟ عندي من زمان. ازاي يا دكتوره؟ انت
ده انا صحتي كانت زي الحصان. اسالي بابا وماما هنروح بعيد ليه؟ اسالي صيام. ده كانوا في البيت لما يحبوا يشيلوا حاجه تقيله كانوا يجيبوني ازحزح دولاب، اشيل مرتبه، انفض سجاده. طب ده انا كان عليا خبطت رجلي ولا طالعه على السلم تهز العماره كده. ده غير الجيران، شهيره طالعه شهيره نازله. هو زي ما قلت لك بالظبط، صحتك زي البومب. المساله كلها توتر عصبي. توتر عصبي؟ والعصبي عرفت العصبي ده جاني منين؟ من ايام عبد المعبود ما جر رجلي وخلاني اشغل فلوسي في السوق. بقيت طول النهار قاعده اعد في نقديه وطول الليل قلقانه بفكر. وادي النتيجه. ولسه؟ ولسه هو في يوم بيعدي من غير ما اتخانق مع عبد المعبود؟ ده انا خلاص هطق من جنابي. لو فضلتي على الحال ده هطق فعلا. يا مصيبتي هطق فعلا. والعمل يا دكتور؟ العمل في ايدك انت يا شهيره. خفي شويه وبطلي جري ورا الفلوس وانت تلاقي بالك رايق ومعدتك ارتاحت وكرشه النفس راحت ومفاصلك سبتت في مكانها. انا اصلي ما بشتغلش زيك، قاعده في البيت لا شغله ولا مشغله. قلت اسلي نفسي واشوف مستقبلي. ما حدش قالك ما تشتغليش ولا تشوفيش مستقبلك، بس بالراحه بالراحه يا شهيره. ارحمي نفسك شويه. ارحم نفسي ازاي والسوق ما بيرحمش؟ وبيني وبينك الفلوس طعمها حلو. والصحه وراحه البال مش طعمهم احلى؟ احاول بس ما اكدبش عليكي المساله صعب. انت اصلك ما جربتيش وشغلتي فلوسك في السوق. الحمد لله كفايه اللي انا فيه، ناقصه كمان هموم السوق. طب مفيش حاجه الواحد يبلبها يخف بدل الكلام؟ في ادويه بس ما تعملش نتيجه من غير راحه البال. وراحه البال هتيجي منين بعد ما رجلها جرجرت في السوق؟ واللي رجله جرجرت في السوق ما يعرفش يسحبها تاني؟ انا ما عنديش مانع بس هو خلاص. يبقى العلاج مش هيجيب نتيجه والاعراض هتزيد. العلاج مش هيجيب نتيجه؟ طب ما تيجي تقولي الكلام ده لعبد المعبود. عبد المعبود انت اللي تتصرفي معاه مش حد تاني. خدي في اقراص وفي حقن. بس انا مش عايزه افطر يا دكتوره. ما انت مش هتفطري. بالعكس الصيام مفيد بالنسبه لك، بس الصيام الحقيقي. الصيام الحقيقي؟ طب انا بصوم حقيقي ما باكلش طول النهار. الصيام اللي يخلي عندك اراده ويخليكي ما تعمليش الا اللي انت عايزاه وبس. يا بختك يا فوزيه، عارفه انت عايزه ايه وبتعمليه. كنت صدقيني يا شهيره كل حاجه اتلخبطت دلوقتي. صحيح انت وشك مش عاجبني، مالك يا فوزيه؟ ما تشغليش نفسك بيا، خليكي في اللي انت فيه. فوزيه الراجل اللي في حنبر ده. حاجه شهيره. اهلا يا دكتوره هدى. ازاي ام محمد؟ ام محمد؟ ام محمد. مش عيب يا دكتوره اجيب لك ام محمد عشان تكشفي عليها. تلطشيها زودتيها كام؟ دي ما بتورينيش وشها خالص. الحقيقه اصل ما فيش ولا في؟ اذا كان عبد المعبود بيبيع ويشتري فيا لما جاب لي العصبي، الدكتوره لسه كاتبه لي روشتة قد كده، الغريب هيعمل فيا ايه؟ انا اسفه قوي يا ستي. يعني هي جت على ام محمد وعد ايه في الدنيا ينبكي عليه؟ ما قلتليش يا فوزيه مالك؟ لا انا مش ناوي اروح البنك النهارده. لا انما هعدي عليك في الشركه شويه. زبيده اهي قدامها اهي زي البوم. طيب يا سيام. طيب مع السلامه. مالك يا سليم؟ اخوك شاغلني. عشان فوزيه والشركه؟ لا ما تخافش على فوزيه. لا اخاف يا زبيده، انا حاسس ان لازم نعمل حاجه. لا يا سليم احنا مش لازم نتدخل بينهم. زبيده انت عارفه كويس سيام وفوزيه تعبوا معانا قد ايه. ايوه بس احنا تعبنا اكتر. مش فاهم الحقيقه. مش عارفه اقولك ايه، بس اصل انا في الكام يوم اللي فاتوا دول قعدت مع نفسي كتير قوي. عاوزه تقولي ايه؟ تعرف يا سليم لو ما كناش دخلنا الناس بينا يمكن كنا حلينا مشكلتنا باسرع من كده. ما انت اللي دماغك ناشفه. ما هي نشفت اكتر لما لقيت الناس شايفانا. ايه يا سليم في ايه؟ انت عيانه يا حبيبتي؟
ليه بتقول كده؟ اصلك عيلتي قوي. لا ابدا ولا عقلت ولا حاجه، بس اصل حقيقي في الكام يوم دول سالت نفسي اسئله كتير قوي. لو ان انا ما كنتش قلت الفوزيه، ولو ان شهيره ما عرفتش، ولو كنت جيت وقلت لك على طول كان حصل ايه؟ كنت جيت قلت لك يا زبيده انا مظلوم، وما كنتيش برضو صدقتيني. جايز، بس اصل انت كنت هتدور على الحقيقه وما كنتش هتبقى عصبي وكنت هتبقى مطمن. ايه يا سليم بتبصلي كده ليه؟ اصل فرحان بيكي قوي. يعني انت رايك اننا ما نتدخلش بين صيام وفوزيه؟ طبعا، اصل فوزيه مخها قد كده وممكن تحل مشاكل العالم كله. ايوه بس ممكن تيجي لحد مشكلتها هي بقى وما تعرفش تحلها. هو احنا يا سليم بس نعرف عنهم حاجه؟ لازم نعرف. السلام عليكم. ايه هتتاخر؟ لا هعدي على صيام ويمكن اعدي على البنك شويه. عاوزه حاجه؟ عاوزه اشتغل تاني يا زبيده. ايه ده انا لسه بقول انك عائلتي. طب ما تتاخرش اصلك هتوحشني قوي. اهلا يا دكتور جاد. اهلا حضرتك، اول مره تشرف اوضتنا. دكتورة فوزية، أنت مكلفة لمدة شهر من النهاردة بنبطشية الاستقبال في القسم. لوحدي يا دكتور؟ أيوة لوحدي. طب ليه؟ ما احنا كتير. أعتقد مسألة توزيع العمل ده شغلي أنا ومسؤوليتي أنا، وما أحبش حد يناقشني فيها. أنا مش بتناقش يا دكتور، بس بقول يعني ده احنا تمانية. برضه مش شغلك. في أمر إداري هيوصلك، ابقى امضي عليه. معقولة اللي بيحصل ده؟ ياما قلتلك يا فوزية، ياما قلتلك، وادي نتيجة. يعني انتي هتصلحي الكون؟ معقولة الدكتور جاد يعمل كده؟ معقولة الدكتور جاد اللي ببصله على انه مثلي الأعلى ده لسه كلامه بيرن في وداني اللي كان بيقوله لنا في الكلية عن حب المهنة، وإن مهنتنا رسالة أولا، وعن حماسه ومواقفه وهو شاب. الكلام ده وهو شاب، مش هو مسؤول عن مستشفى زي بتاعتنا؟ ليه الناس بتتغير بالشكل ده؟ دكتورة فوزية، لو سمحت استلمي الأمر الإداري ده وامضي لي أنا. لا مش حمضي. قول للدكتور جاد إن أنا مش حمضي. المشكلة إن دي أول مرة ما بقاش فاهمة فيها حاجة خالص. مش لازم تفهمي يا ابتسام، أعلى. طب أنت عايزة إيه دلوقتي؟ صيام بعد لسعيد. سعيد راح لصيام، قاعد عنده دقيقتين ونص بالظبط، خرج من عنده وهو شايل الدوسيه الازرق اللي كان مع رندا واللي فيه البنات اللي تودي سعيد في داهيه. ده معناه ايه؟ معناه ان صيام ادى لسعيد كل الاسلحه اللي ممكن يوقفوا بيها عند حد. عفارم عليك، وده معناه ايه؟ معناه ان صيام قرر ان يدخل المعركه اعزب، او قرر انه ما يدخلش المعركه اصلا. مش معقول صيام يعمل كده، مش معقول. عشان كده انا هتجنن. انتوا ليه عصبيين كده؟ لان سعيد غبي، ممكن ما يفهمش اللي بيعمله صيام، يقوم يفتري اكتر وهي بتام، وما يبقاش سعيد تهاني، ما يفضلش منه حاجه خالص. انا اللي يمشي ورايا ما يخسرش ابدا يا سعيد. طبعا يا كمال بيه. على كل حال الامر ما خدش مني جهد كبير. انا مجرد ما اقترحت على السيد المدير العام انك تمسك الاداره بدالي عشان اتفرغ للشركه كلها، قال لي على طول اعمل اللي انت عايزه يا كمال يا جمعه. مؤكد يقول لك كده يا فندم. المهم احنا لازم نفتح علينا كويس، ما نخليش دبة النملة تفوتنا عشان نسيطر على الشركة. مهمتك معايا يا بطل. أكيد يا سعادة البيه. مالك يا سعيد؟ لا أبدا، سلامتك يا فندم. خبر سيدة لازم يفرحك. ما أنا فرحان الحمد لله يا فندم. يا ترى لوت اسكندرية باقي منه كتير؟ احنا فندم جهزنا 1500 توب تقريبا. هايل. يعني نقدر نصدر منه لايطاليا 2000 طن في خلال اسبوع من النهارده. صدر منه؟ الشركه محتاجه سيوله يا سعيد، والمدير الشاطر اللي يقدر يمشي الشركه من غير متاعب. ايوه يا فندم، بس بتوع اسكندريه ما تفهمش. لط ايطاليا اهم. يا سعاده البيض، واللي سددوا الاقساط في المواعيد. بس بتوع ايطاليا لسه ما دفعوش. تفتكر انا مش عارف كل اللي هتقوله ده يا سعيد؟ اكيد يا فندم سيادتك عارف كل حاجه. بس شروط التعاقد مع اسكندريه فيها ان سعيد، انت قدامك فرصه مش قدام اي حد. ولازم تفتح عينيك كويس عشان تتعلم. انت دلوقتي مدير اداره التخطيط والمتابعه.
يعني هتقعد على الكرسي ده اللي انا قاعد عليه شخصيا. فلازم تفتح عينيك كويس. لازم يكون خيالك حر وتفكيرك واسع. امال هتخطط ازاي وتتابع بايه؟ على العموم انت هتمارس مهام وظيفتك الجديده من الليله. من الليله؟ في اجتماع مع وكيل الشركه الايطاليه. روبي الدقاق. وبصيرتك مسؤول عن الاداره لازم تكون حاضر الاجتماع ده. احضر يا فندم بس انا عندي هو المفروض كان الاجتماع يتم هنا. لكن اقعد يا سيد. اقعد. لكن انا فضلت طبعا حرصا مني على سريه العمل ان الاجتماع يتم بره الشركه عشان نبعد عن وجع الدماغ والفوضى اللي كانت موجوده ايام صيام. يعني هنجتمع في مكتبه هو يا فندم؟ لا اهو ده عين الغلط. غلط ليه يا سعاده البيت؟ سعيد اذا انت التزمت بامر ما فلازم تكون حريص اشد ما يكون الحرص انك تبعد عن موطن الشبهات مهما كانت بسيطه. شبهات ليه لا سمح الله يا فندم؟ تفتكر الناس هتسيبنا؟ مش هتتكلم علينا؟ الناس مالهم بينا يا فندم ما دام شغلنا مظبوط وبنأدي عملنا. لا 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 يا سعيد العيار اللي ما يصيبش يدوش وانت سيد العارفين بالحاجات دي. مروحنا مكتب روب الدقاق غلط. امال هنجتمع فين يا فندم؟ في محل عام ممكن كل الناس تتقابل فيه. هنعمل اجتماع شغل في محل عام؟ ايوه وبكده نبقى بعيدنا عن حاجتين الشبهات والقرر. فهمت يا سعيد؟ واقفة عندك ليه؟ ما تدخلي. أنا لقيتك جيت الصبح وما سألتش، قلت أسأل أنا. أصل بخلص كل حاجة عشان أفضل التحقيق. وإزاي هتدخل التحقيق وأنت أعزل؟ أعزل؟ هي حرب؟ أيوه حرب، حرب بيشناها كمال جمعة ضدك. أنا أعرف أرد عليك. بإيه يا صيام؟ بإيه وأنت سلمت سعيد السلاح الوحيد اللي كان ممكن تستخدمه عشان تدافع بيه عن نفسك وقت اللزوم؟ بس ده ما كانش رأيك قبل كده. قبل كده ما كانش حصل اللي حصل من كمال جمعة وتابعه سعيد. شوف يا تهاني انا فكرت في كل الكلام اللي انت بتقوليه ده. لقيت احتفاظي بالبنات المزوره اللي بتهدد سعيد كان نوع من خداع رخيص ومش انساني. خصوصا زي ما قلت لك ان الغلطه غلطتي وانا مقتنع بكده. بتفتكر سعيد يقدر يفهم معنى ده؟ انا لما عملت كده ما فكرتش اذا كان يفهم ولا ما يفهمش. كان كل تفكيري اني ارجع وضع مقلوب لعدلته. معقوله الانسان ممكن يتغير بالسرعه دي؟ أنا متغيرتش على رأي مجد، أنا كنت متغير ورجعت. أنت كمان يا تهاني ما تغيرتيش؟ مش عارفة يا صيام، عندي حالة قلق وخوف فظيع. عايزة تضيع الخوف ده؟ يا ريت. ارمي نفسك في البحر. ها؟ واجهي نفسك، واجهي كل حاجة. إزاي؟ بصي جواكي. كانت رحلة غريبة أوي. رحلتي جوه نفسي. صيام ممكن تبلغ المدام شكرنا على استقبالها لينا؟ انت بقيت كويس قوي النهارده. ايه اخبار الكح؟ نمت كويس امبارح؟ خد نفس. فوزية جالك كلامي هو مخافيك انا اعظم. ايه تاني هدى؟ محولينك للتحقيق. الدنيا دي جرى فيها ايه؟ كل ده عشان كتبت تقرير المفروض اي بني ادم عنده ضمير في مهنته يكتبه. والناس دي عايزه ايه بالظبط؟ بس انا مش هسكت. انا هطلب النيابه الاداريه وهتكلم واللي يحصل يحصل. فوزية انت جرالك ايه؟ تقرير ايه اللي بتتكلمي عنه؟ التقرير بتاعك ده زمانه في سله المهملات من يوم ما قدمتيه. محاولينك للتحقيق عشان رفضتي تستلمي الامر الاداري اللي بعته لك الدكتور جهد. ولو رحت النيابه هتطلعي غلطانه. ايه رايك بقى؟ كده طيب. نعم في حاجه؟ دكتور جهد ممكن اعرف حضرتك زعلان مني ليه؟ عاوزه تفهميني انك مش عارفه انا زعلان ليه؟ بتستعبطي حضرتك؟ حقيقي انا مش عارفه. أو بالأصح مش قادرة أصدق إن حضرتك بالذات تزعل من الصراحة اللي أنا كتبت بيها التقرير. والصراحة دي تقول إن المدير مش كفء، مش كده؟ أنا قلت كده في التقرير؟ ما قلتيش. إنما تقريرك ملهوش معنى تاني.
دكتور جاد، حضرتك استاذي. كويس انك لسه فاكره. هو انا بكتب التقرير كنت بستلهم كل كلمه من كلامك اللي كنت بتقوله لنا في الكليه عن مواقفك وانت لسه في بدايه شغلك. فاكر يا دكتور جاد؟ قصدك ايه بالكلام ده؟ اخر حاجه كنت اتوقعها ان حضرتك تزعل من التقرير ده. انا كنت فاكره انك هتنبسط مني وتفرح بيا. فوزيه، انت جرالك ايه؟ انت مش حاسه انك بتوجهي لي اهانات وفي مكتبي؟ اهانات؟ ودلوقتي انا مش فاضي. اتفضلي على شغلك يا دكتوره، والاوامر اللي اقولها لازم تتنفذ، والا اضطر اوقفك عن العمل خالص. طب وليه؟ بدل حضرتك ما توقفني، بعد اذنك انا هقدم استقالتي من بكره. لا، انا هكتبها دلوقتي حالا قدام سيادتك. عن اذنك يا دكتور جاب. دكتوره فوزان، طيبينك في الجراحه حالا، طفل جه في حادثه وعايزينك. جراحه كام؟ سته. اسف يا فوزيه، كنت فاكر ان بتشيل النهارده. مش مهم، الولد مات بعد ما عمل عمليه، لان درجه حرارته عاليه جدا ومش عاوز تنزل، وصدره مش عاجبني، خايف لو يكون البنج عامل مضاعفات. للدرجه دي تحقيق؟ معقوله اللي بتقوليه ده يا هدى؟ انا شايفه الجواب بعيني وبلغت فوزيه. كل ده عشان كتب التقرير قالت فيه رايها بصراحه؟ المشكله مش في التقرير دلوقتي يا عادل، المشكله في التحقيق. فوزيه هي اللي غلطانه، هي اللي رفضت تستلم الامر الاداري اللي بعته لها الدكتور جاد. انا بفكر اتكلم مع الدكتور جاد، احاول اخليه اجل التحقيق شويه، نقعد مع بعض نعمل اجتماع تاني ونقرب وجهات النظر. ما تتعبش نفسك يا عادل، النهارده لما جه الدكتور جاد عندنا الاوضه كان واضح انه زعلان منها قوي. يعني هنسيبها لوحدها؟ واحنا بايدينا ايه بس؟ هي ما نصحتها وحذرتها، كان ممكن تستريح من وجع الدماغ ده كله، بس فوزيه هي اللي بتحب تتعب نفسها. قلبه كويس وصدره كويس، الحراره دي طبعا من بنج. على العموم نشغل كمادات التلج فورا، الولد سنه صغير ولو حراره قعدت 24 ساعه ممكن تعمل له برين دامج. هاتي تلج وقطن بسرعه. حاضر. وعبون نوفالجين 5 سنتي وحقنه شرجيه بالتلج. حاضر. ما تقلقش، انا هسهر جنبه للصبح. اسمع يا صيام، مش معنى بقى ان انا هودتك النهارده وهفطر معاك في مطعم ان انا هعمل ده كل يوم. لا يا حبيبي، انا مش هسيب زبيده تفطر لوحدها تاني ابدا. والله يا سليم انا ما عايزك تتعب نفسك معايا. يا سيدي انا ما بتعبش نفسي ولا حاجه، كل الحكايه ان انا عاوزك تفطر معانا كل يوم. حقيقه هتغرمنا، لكن اهو احسن من الحوسه اللي بتحتس في المطبخ ولا اكل المطاعم ده اللي ما بيبرش. اهو اكل وسلام. يا صيام ده انت دباغ. كنت دلوقتي ما عنديش نفسي حقيقي. شوف بقى، ما هو يا اما تفطر عندنا يا تفطر عند بابا يا تكلم فوزيه بقى. قول الاول انت ناوي تعمل ايه مع البنت اللي في البنك دي؟ حكمت مش هعتقها طبعا، لازم تاخد جزاء وبالقانون. قول يا سليم، الازمه الاخيره اللي حصلت بينك وبين زبيده دي افادتك ولا لا؟ طب وايه علاقه ده بحكمت؟ رد عليا بس. انت عاوز الحق يا صيام، الأزمة اللي حصلت بيني وبين زبيدة دي خلتني أحس بحاجة جوايا، حاجة ما حسيتش بيها قبل كده، ويمكن ما كنتش بفكر فيها. تصور يا صيام، أنا لما حسيت إن زبيدة هتضيع مني كنت هتجنن، تصورت إن أنا ممكن أموت وإن ما تضيعش مني زبيدة. الأهم من كده بقى يا صيام، إن زبيدة أختك بقت واحدة تانية خالص. يعني أنتوا الاتنين استفدتوا؟ طبعًا. طب مين كان السبب؟ مش فاهم عاوز تقول ايه. لو حطيت قدام عينيك ان الازمه اللي مرت بيك انت وزبيده واللي تسببت فيها حكمه افادتك وضافت اليك، ممكن تفكر بشكل مختلف. ازاي يعني؟ انك تغير من حكمه مثلا. نعم، انا عارف ان كلامي رومانسي ويمكن يكون غلط، بس انا لما وقفت في موقف زي ده اتصرفت زي ما بقولك بالظبط. موقف ايه ده؟ فاكر لما كنت عندنا في البيت وجم الجماعه الموظفين واتكلمنا على سعيد جابر والدوسيه؟ سعيد جابر ده اللي مقدم فيك الشكوى وقالب عليك الدنيا؟ انا اديته الدوسيه وفيه كل البنات المزوره اللي خاصه بيه.
سيار، انت تهفيت في عقلك؟ ومش بس كده، انا حطيت في الدوسيه اوراق ممكن تدين سعيد وتدخله السجن محدش يعرف عنها حاجه. وتفتكر ان سعيد هيفهم ده؟ نفس السؤال ده سالته لي تهاني. يا صيام، سعيد ده ممكن يفتري عليك اكتر. ممكن يفهم ويبقى كويس. ايه ده؟ معقوله؟ ده انت بقالك سنه ما هوبتيش ناحيه بيتنا. استنى اما اخد نفسي. ده انا نفسي اتقطع من التدوير عليك، وعمال اعمل لك في تليفونات ما حدش بيرد. قلت يمكن التليفون عطلان ولا حاجه. اختطفي رجلك يا بنت، طمني عليه، ده عبد المعبود ما يعرفش ان انا جايه هنا. اهلا يا شهيره، بس عشان ايه التعب ده كله؟ عشان احنا اخوات يا صيام. صحيح الدنيا لهتنا عن بعض، لكن مسير الاخوات يرجعوا لبعض تاني. كلامك يا وغش، خير في ايه؟ خير ان شاء الله. بس اختي ده زي ما يكون ريحه بوتاجاز. القهوه نسيتها على النار. قهوي ايه ده كله ده؟ انتوا مبطلين تغسلوا مواعين بقالكم سنه ولا ايه؟ ما قلتليش يا شهيره، ايه سبب زيادتك المفاجاه دي؟ فوزيه. مالها فوزيه؟ اختي على جمالك، فينك يا عبد المعبود عشان تشوفه ملهوف على مراته قد ايه؟ مالها فوزيه؟ اخواتك بختهم مايل يا صيام. طب منين الاول يا شهيره فوزيه مالها؟ انت شفتيها فين؟ النهارده كنت عندها في المستشفى. وايه اللي وداك المستشفى؟ مفاصلي تعبانه قوي يا صيام. يبقى دبيت خناقه معاها اكيد. ليه كده؟ انت هتعمل زي بابا دايما ظالمني. دي مراتك أميرة الأمراء. شهيرة، أنت تعبانة بمفاصلك ولا في حاجة تانية؟ صدقني يا صيام، أنا عمري ما قلبي رق لمراتك قد النهاردة. قلبك رق؟ في إيه يا شهيرة؟ طمنيني. بدل ما فيش، بس شكلها اليومين دول مش عاجبني. إيه اللي مش عاجبك في شكلها؟ يعني عاملة زي الوردة الدبلانة، مش مفرعانة وصوتها مجلجل ومشدودة الشدة اللي بتبقى مش شداها دي. يا بس تلاقيها بتتعب نفسها في الشغل اليومين دول. لا ده مش تعب شغل، ده احنا ستات ونحس ببعض كويس. اسالني على كسرة النفس. برضه مش فاهم يا شهيرة، انت عايزه تقولي ايه؟ اللي عايزه اقوله ان في حصل حاجه بينك وبين فوزيه انا مش عارفاها. انا في عرضك كفايه سليم وزبيت. امال ايه اللي جايبنا على ملاوشي وانا مفاصلي بتوجعني؟ مش عايزه اللي حصل لسليم وزبيت ده يحصل لكم. احنا حاجة وسليم وزبيدة حاجة تانية خالص. صدقني يا صيام، انا مش عايزة اتدخل بينكم، لكن انت وقت ما تعوزني هتلاقيني. ما انت مالكش اخ راجل تشتكيله، وبابا زي ما انت عارف صعب التفاهم معاه. على ايه كل ده يا شهيرة؟ ما حصلش حاجة للدرجة دي يعني. هو ايه اللي ايه؟ انت حر. انا جاي اقول لك خلي بالك من مراتك اليومين دول. حاكم مفيش حاجه تتعب الست وتعقدها في عيشتها قد بعد جوزها عنها. وانا طايلها عشان اخد بالي منها. انا قاعده في المستشفى على طول. صباح النور. انت كنت بيتي في المستشفى؟ ايوه. ليه؟ مع انك نبطشيه النهارده. اصل كان في طفل حرارته مرتفعه قوي، والحمد لله بقى كويس دلوقتي. هو بقى كويس وانت ما بقيتيش كويسه. مالك يا فوزيه؟ انا فعلا حاسه اني تعبانه قوي. فوزيه انت شكلك مرهق خالص، ما تحاولي تاخدي اجازه.
هو ده. انا حاسه ان الدنيا بتلف بيا. مسائسا مسائسا